السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا يا مرحبا فيكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، وحلقة جديدة من برنامج وقفات. باسم حضراتكم اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا وضيفكم الشيخ فايز الصبيح، الإمام الخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله وساعة المباركة يا شيخ فايز. بارك الله فيكم، وحييك وحيي الأخوة والأخوات المشاهدين. حياك الله شيخ فايز. عنوان وقفتنا القادمة: الثبات على الدين. كيف نحقق هذا الثبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لا شك أن الثبات حقيقة عظيم، أن الإنسان يثبت على دين الله حتى يلقاه، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والثبات الإنسان يبقى على أوامر الله عز وجل وما أراده الله منه حتى يلقى الله عز وجل على ذلك. فهذا الثبات لا شك أنه من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا الثبات لا شك أنه خصوصا في هذا الزمن مع كثرة الفتن والتي تلاطمت أمواجها وكثرت التعصف به حتى في بيته وفي محيطه لا يخلو من فتن، فأن الإنسان يعني لا يلتفت إلى هذه الفتن ويبقى على العهد مع الله عز وجل على الطاعة والإيمان والعمل الصالح حتى يتوفى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الثبات، أن الإنسان يبقى دائم على ما أراده الله منه ولا يغير ولا يبدل، فيلقى الله عز وجل على ذلك، وأنه يحقق ما أراد الله عز وجل منه لا ما يريده هو، لأن النفس إذا ما ربها صاحبها تفلتت. الله قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ابن عباس: قد أفلح من زكاها بالإيمان والعمل الصالح. إذن هذا هو الطريق، كما قال الله: ففروا إلى الله. يبقى الإنسان على دين الله عز وجل وعلى العهد والإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: وما بدلوا تبديلا. ونفروا من قدر الله إلى قدر الله. لكن شيخ فايز، ما هي عوامل الثبات على الدين؟ كيف نتشبث بهذه العوامل بعد معرفتها؟ لا شك أن الثبات له أسباب، هو كل شيء بيد الله عز وجل، مقلب القلوب سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين اصبعين مصاب الرحمن. لكن من أعظم الأسباب أن الإنسان إذا أراد الثبات، عليه أولا أن يعلق قلبه بالله، يسأل الله دائما. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا تغفل عن هذا الدعاء، لأن القلوب بين أصابع الرحمن كما جاء في الحديث: فإن أشاء أثبت وإن أشاء وإن شاء أزاغ. هذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر والذي يوحى إليه، كان هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما نقول نحن عن أنفسنا مع قلة العمل وضعف الإيمان وكثرة الفتن والمغريات والملهيات؟ نسأل الله العافية. أيضا كذلك أن الإنسان يحافظ على الأعمال الصالحة، يحافظ على الصلاة، يحافظ على الأذكار، قراءة القرآن. الله قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى. فالشاهد قراءة القرآن، القرآن حبل الله المتين، طرفه بأيدينا وطرف الآخر بالسماء كما جاء في الأثر. قراءة القرآن والمحافظة على ورد ولو كان يسيرا، هذا من أسباب الثبات. أيضا الإنسان ينظر في أحوال الأنبياء والرسل عليهم السلام، كيف عانوا ولاقوا صنوف المصائب والمشاكل والأذى من أقوامهم، حتى الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مثبتاً إياه في هذا الأمر، قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ننظر في قصص الأنبياء والرسل،
طيب هنا باخذها في مجتمعنا، يعني حتى نصل او ناخذ عام من هذا العام نشوف القصص اللي حوالينا ونحمد الله عز وجل، الاحداث اللي تصير في محيطنا، المحيط الاكبر والاكبر ايضا، لعلها تكون تعزيزا لهذا الثبات. هل اصبت بهالوصف شيخ فايز؟ نعم، شوف الانسان يرى من تفلتوا، في ناس كانوا على الايمان والعمل الصالح تفلتوا من ذلك. ليش؟ المحيط له دور، الصحبة، البيئة. أحسنت، البيئة، الصحبة لها دور كبير. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله يخاطب يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير دون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني يا محمد ابق مع أصحابك أهل الطاعة أهل الإيمان، يذكرونك إذا نسيت ويعينونك ويتعاونون معك على البر والتقوى. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صح ولا لا؟ فلذلك الصحبة لها دور اليوم، والله أقول من أهم الأسباب بعد توفيق الله عز وجل الصحبة. فلذلك كم من إنسان ترك أصحابه الخيرين وانخرط مع أصحاب السوء، منهم من وقع في ترك العمل الصالح حتى صلاة ما يطلب المسجد ولا يعرف الصلاة، منهم من وقع في أوحال المخدرات والمسكرات انحرف تماما. لماذا؟ ترك الصالحين، ترك البيئة. انظر على سبيل المثال الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوا على راهب عابد، قال هل من توبة؟ قال ما لك من توبة، قتلك كمل في مئة، إذا ما له توبة بعد شيش ماذا يرجو من الحياة؟ ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال هل من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينه، ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى تلك القرية فيها ناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. الشاهد البيئة لها دور، الأصحاب، فكن مع الأخيار توصف به. هذه رسالة يمكن نوجهها لأنفسنا قبل الآخرين، التربية السليمة لأبنائنا، هل هذا الأمر واضح؟ صح. نختار من يصاحبون، الأصحاب لهم دور في تربية الأولاد والبنات. فلذلك ينبغي دائما علينا أن نحرص على بناتنا وأبنائنا، من يصاحبون، من يجالسون، فهذا دور كبير في قضية الثبات الأصحاب. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجليس الصالح والجليس السوء، صح ولا لا؟ الجليس الصالح تستفيد منه مثل حامل المسك، إما تشتري منه ولا تجد منه ريحة طيبة أو يهديك يحذيك، نافخ الكير إما تجد رائحة كريهة أو يحرق ثيابك، كذلك الصاحب كما يقال الصاحب ساحب. إذن خلنا نوقف عند صاحب ساحب ومعاها فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله نكمل برنامج وقفات. يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام ببرنامج وقفات، وشيخنا نجدد لك التحية والترحيب شيخ فايز الصبيح الإمام الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حياك الله مجددا شيخ فايز. حياكم الله جميعا. حديثنا فيما مضى عن الثبات على الدين وما هي عوامل هذه الوصول للغاية الثبات على الدين، وصلنا إلى أن الصاحب ساحب، ممكن أن تتأثر ويتزعزع قلبك عن دينك، والسبب الصحبة، وكيف نستثمرها بعيالنا. عملية المراقبة فقط تقتصر شيخ فايز ولا في أمور أخرى؟ لا شك أن هناك وسائل كثيرة، يعني المراقبة، يعني نحن لسنا معهم في كل أوقاتنا، فنعزز فيهم جانب الرقابة لله سبحانه وتعالى، حتى إذا خلى مع نفسه تذكر أن الله عز وجل مطلع وشاهد، وكفى بالله شهيدا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وأن هذه الجوارح يوم القيامة تنطق وتشهد، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ولكن زيادة على هذا الأمر وهو مهم، قضية الأصحاب، أن يصاحبوا الأخيار. اليوم لله الحمد في بلدنا
حلقات تحفيظ القرآن، دور القرآن. ما يخلو اليوم مسجد من حلقة تحفيظ القرآن للأبناء، وكذلك مراكز حتى للبنات. أيضا البرامج الدينية في قناة إثراء المباركة هذه الحمد لله، وهي على مدار الساعة لا الحمد تجد إما قرآن يتلى أو تجد برنامجا دينيا نافعا سواء للكبار أو للصغار، توجيهات. كذلك إذاعة القرآن الكريم فيها خير الكثير، باقي القنوات لا تخلو من خير. ربط الأولاد بهذا الأمر، قضية متابعة القنوات المفيدة. اليوم ما يخلو ولد ولا بنت من تلفون بيده، صح ولا لا؟ فيحتاجون أن نسلط عليهم الضوء على قضية البرامج النافعة. واليوم العالم مفتوح أمامهم، يحتاجون هذا الأمر. قضية الوالدان، توجيه الأب في جلوسه مع أفراد أسرته. اليوم كثير من البيوت ربما تفتقد قضية الجلسة الأسرية، الجلسة العائلية نسميها. للأسف يعني بتنا في وقت كل يوم في الأسبوع، قبل كان الأسرة الممتدة في البيت الكبير فكانوا يتواجهون يوميا، الآن صارت يوم بالأسبوع. ما لا يدرك جله لا يترك كله، هل دقيقة هالمعلومة هذه؟ نعم صحيح، يعني مو كل الأحوال ممكن نلتقي، وهذا عنده دوام، هذا عنده جامعة، وهذا عنده مدرسة، لكن نحرص نحرص خصوصا في ساعات مثلا خلاص سخرها مع أفراد الأسرة، مثل المغرب أجعل مع أفراد أسرتي، أو ساعة بالليل أنصح أوجه بجو يعلوه المحبة والمودة، فهذا له دور. القدوة، القدوة سبب للثبات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما الله ذكر له 18 نبيا في سورة الأنعام، إيش قال له؟ أولئك الذين هدى الله في بهداه مقتدى. الولد بالذات ينظر إلى والده كقدوة. سورة هود اللي شيبت رسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام هود. فلكن الشاهد أن قضية التطلع إلى القدوة، ما يستطيع إنسان، قال العلماء، أن يعيش بغير قدوة. البنت تقتدي بأمها، الابن يقتدي بوالده، فنحتاج القدوة. إذا كان الوالد يصلي وحريص على المسجد، الأولاد سيقتدون، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، صح ولا لا؟ كما يقال، وإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمته البيت كله من رخصه. فمن أسباب الثبات اليوم القدوة، سواء على محيط الأسرة أو على محيط المجتمع. نحتاج إلى قدوات، نقتدي بالناس اللي فيهم خير، نقتدي بكبار السن اللي فيهم البركة كما قال صلى الله عليه وسلم. شوفهم حريصين على المسجد، الكبار السن الصف الأول اليوم من تشوف كبار السن، صح ولا لا؟ كذلك الأم تكون قدوة لبناتها بلباسها وتوجيهاتها، صح ولا لا؟ بتعاملها. فالقدوة لها دور في قضية الثبات على الدين. فالقدوات الحمد لله في المجتمع كثيرة حقيقة، فنغرس في نفوس الأجيال خصوصا هذه القدوات، أن يأخذوا منهم الحكمة، العلم، الصبر، التحمل. فلذلك اليوم يعني أسباب يعني المغريات وأسباب الفتن والذنوب والمعاصي صارت بيد كثير من الأبناء والبنات حقيقة. اليوم الهواتف النقالة فيها عالم مفتوح بخيره وشره. إذا ما عززنا قضية القدوة، قضية المراقبة، ربما يتفلتون بسبب ما في أيديهم، فهم بحاجة إلى قدوة. نعم. وهذا الأمر حقيقة لا يخلو منه بيت، لا يخلو منه مجتمع. يحرص كل واحد من أفراد الأسرة أن يكون قدوة في بيته. نعم. الابن يكون قدوة لإخوانه. نعم. اللهم ارزقنا الثبات على الدين، وأن نكون ونتبع القدوات الحسنة وخير هذه القدوات المصطفى عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا شيخ فايز، في ميزان حسناتك بإذن الله. أجمعين آمين. شكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام، وصلنا للختام، وفي الختام لم يبقى إلا السلام. دمتم في حفظ الله ورعايته، فمع الله.